السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا حبايب قلبي في قناة ديك البرابر. النهاردة إن شاء الله جايبة لكم وصفة للتخلص نهائيا من الأبراص أو الوزغ بمكون واحد كلنا بنرميه. بس في الأول خلينا نتكلم عن الأبراص أو الوزغ. سبب وجود الأبراص أو الوزغ مش من قلة النظافة، بل بالعكس، في أماكن نظيفة وموجود فيها أبراص أو وزغ. الأبراص بتنتشر بصورة كبيرة جدا في الأماكن المهجورة وعلى أسطح العمارات وفي مناور العمارات وعلى السلم، وبيدخل البرص أو الوزغ من تحت عقب الباب ومن فتحة صغيرة جدا، وبتستخبى الأبراص خلف الموبيليا وتحت الأحواض في المطبخ، وبتعمل جحور صغيرة جدا ممكن ما نلاحظهاش. البرص أو الوزغ مضر جدا لأنه بيبخ مادة في الملح وفي الرز وفي العيش. المادة دي بتصيب الإنسان بمرض البرص. المكون اللي معانا النهاردة بيخلصنا نهائيا من البرص أو الوزغ، بس مش بيقضي عليها، هو بيخليها اختفي تماما من المكان اللي هنحط فيه المكون بتاعنا. المكون بتاعنا ده عبارة عن قشر البيض الني مش المسلوق. احنا هنستخدم قشر البيض الني. قشر البيض الني زي ما هو كده من غير ما نغسله ولا اي حاجة، بنحط قشرة البيضة في المكان اللي احنا شاكين في وجود برص او وزغ فيه. البرص او الوزغ بيكره ريحة البيض جدا، وريحة البيض بتطرد الوزغ من المكان اللي فيه قشرة البيض. يعني هنحط قشرة البيض تحت الحوض او عند باب الشقة او على السلم في الاماكن اللي احنا بنشك من دخول الابراص منها. طبعا هتختفي نهائيا، وبنغير قشر البيض كل 3-4 ايام اسبوع بالكتير، عشان ريحة البيض بتختفي بعد مدة، فلازم نجدد قشر البيض عشان ما يظهرش عندنا ولا ابراص ولا وزغ. الوصفة دي تقليدية ومجربة وفي ناس كتير جدا يعرفوها. دي كانت وصفة النهاردة للتخلص من الابراص. لو عجبتكم وصفة النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناة ديك البرابر. أشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.